يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال المعامل المسلم إذا قال العامل المسلم لكفيله إن معاملتك أسوأ من بعض معاملة الكفار للمسلمين بسبب عدم إعطاء الكفيل حقه وإكثاره من العمل، هل يدخل هذا العامل أنه من الذين يوالون الكفار ويمدحونهم ويحبونهم؟ لا، هذا مظلوم، هذا العامل مظلوم ويريد الوصول إلى حقه ويعير هذا المؤمن، يقول معاملة الكفار مع العمال أحسن من معاملة، هذا من باب التعيير له. نعم.